الآن الأخبار الليلة من الحدث. الأخبار الليلة من الحدث، إليكم أهم الملفات. الاتفاق الغائب عن الدوحة هل يظهر في القاهرة؟ 10 أشهر من الحرب، ماذا بقي من غزة؟ لماذا أغضبت بغداد تصريحات السفير البريطاني؟ سياسة إيران الخارجية هل تبدلت ملامحها؟ أما العناوين؟ نتنياهو يستبق لقاء بلينكين بحديث عن مرونة إسرائيلية، ووفده في القاهرة بمشاركة الجيش والشباك والحكومة. قبل جولة مفاوضات جديدة، إسرائيل تصعد عملياتها قرب المناطق الإنسانية في خان يونس ودير البلح. برلماني إيراني يتوعد بالرد على اغتيال هنية حتى ولو انتهت الحرب على غزة. رداً على سفير بريطانيا، مستشار السوداني يؤكد للحدث أمن جميع البعثات الدبلوماسية في العراق مستتب. أهلاً بكم إلى الأخبار ليلى. ما غاب عن الدوحة هل يحضر في القاهرة؟ غاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة عن اجتماع الوسطاء مع الإسرائيليين في الدوحة الأسبوع الماضي. قال الأمريكيون لم نصل إلى اتفاق، لكن الطريق بات ممهداً. تكذب حماس الرواية الأمريكية وتقول إن ما جرى تقديمه في الدوحة ليس حلولا وسط لتمهيد الطريق لاتفاق، بل إملاءات أمريكية لإرضاء الطرف الإسرائيلي. مكتب نتنياهو يتحدث عن نظرة متفائلة لمقترح أمريكي، يقولون إنه قريب من نسخة 27 مايو. في حماس يقولون إنهم متمسكون بما وافقوا عليه في 2 يوليو، يريد نتنياهو بقاء جيشه في غزة ولا يريد وقفا دائما لإطلاق النار. تريد حماس الانسحاب الكامل والوقف الدائم للنار قبل أن تعود لتقبل بفكرة الهدن مع ضمانة أمريكية. أما بايدن فيريد حل لمأساة غزة، ولكن الشكوك تحيط بما إذا كان يملك ما يضغط به على نتنياهو، الذي يدرك أن كلمة النهاية لن توقف الحرب فقط، بل ومصيره السياسي أيضا سيتوقف. بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا ينص على وجود إسرائيلي مستمر على طول الحدود بين القطاع ومصر، أو آلية في وسط غزة لمنع عودة مقاتلي حماس إلى شمال القطاع، وهي الشروط التي يتمسك بها نتنياهو. يقول تقرير للقناة 12 الإسرائيلية إنه إذا تمكنت إسرائيل والولايات المتحدة من الاتفاق على شروط هاتين القضيتين الرئيسيتين، فإن مصر وقطر ستضغطان على حماس لقبول الصفقة. نحن إذن لا نزال في مرحلة معلقة بإذا. بحسب تقرير القناة الإسرائيلية، فإن حماس لن توافق أبدا على صفقة تستوعب هذين المطلبين الإسرائيليين. تتحدث الأنباء عن مناقشات مصيرية يجريها نتنياهو مع حلفائه ومفاوضيه، وكذلك مع القادة الأمنيين لديه قبل العودة إلى العاصمة المصرية للجلوس مع الوسطاء. واشنطن حشدت ترسانتها العسكرية والدبلوماسية لفرض التهدئة في الشرق الأوسط. وزير الخارجية الأمريكي وصل إسرائيل اليوم، وعلى رأس أولوياته الدفع نحو اتفاق في غزة ينزع فتيل التوتر الذي يهدد بإشعال صراع إقليمي. نتنياهو استبق وصول بلينكين وتحدث عن مرونة إسرائيلية في المفاوضات، وفي الوقت ذاته هناك أمور لا يمكن التنازل عنها. أنا
نجري مفاوضات وليس تنازلات. هناك أشياء يمكننا أن نكون مرنين بشأنها، وهناك أشياء لا يمكننا أن نكون مرنين بشأنها ونحن نصر عليها. فإننا نتمسك بالمبادئ التي أرسيناها والتي تعتبر ضرورية لأمن إسرائيل. وأود أن أؤكد مرة أخرى أن حماس حتى هذه اللحظة متمسكة برفضها، ولذلك فإن الضغط يجب أن يوجه نحو حماس والسنوار وليس ضد الحكومة الإسرائيلية. إسرائيل مستعدة لأي تهديد دفاعياً وهجومياً، ونحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا في أي ساحة. في الوقت نفسه نتفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن. إننا نجري مفاوضات معقدة للغاية، بينما على الجانب الآخر هناك منظمة قاتلة وغير مقيدة ومتمردة لا تريد التفاوض. إذن مشاهدين الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشة الحدث الآن، خلال اجتماعه مع قادته الأمنيين والعسكريين، جالانت يقول لنتنياهو بلا صفقة سننزلق إلى حرب إقليمية. إذن هذه الاجتماعات قائمة، هناك انتقادات لنتنياهو شخصيا من قادته الأمنيين والعسكريين بأن ما يقوم به ليس في صالح إسرائيل. سنكون مع تفاصيل هذا الخبر. تجري المفاوضات على أساس طرح أعلنه بايدن في نهاية مايو الماضي، وينص على 3 مراحل تشمل وقفا لإطلاق النار وانسحابا للقوات الإسرائيلية. نتنياهو متمسك بهذا الطرح، لكن حماس تصر على المقترح الذي تسلمته في مطلع يوليو، والذي تنازلت بموجبه عن مطلب الوقف الدائم لإطلاق النار وقبول هدن بضمانات أمريكية. يقول مسؤولون في حماس إنهم يعارضون الصياغات الأخيرة، حيث إن الحركة تصر على وقف إطلاق النار الدائم، وتصر كذلك على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وعودة النازحين من غزة وتبادل الأسرى. وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات لموقع ولا إن حماس من المرجح أن ترفض الاقتراح الأخير، معتبرة أنه يعكس على نطاق واسع مواقف إسرائيل. وعلى العكس يتحدث المفاوضون الإسرائيليون العائدون من الدوحة قبل التوجه إلى القاهرة عن تفاؤلهم بالتوصل لوقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة. يصر نتنياهو على أن أي اتفاق يجب أن يلبي هدفي الحرب الرئيسيين لإسرائيل، إعادة جميع الرهائن وتدمير حماس، ونفى أن يكون الاقتراح الإسرائيلي في 27 مايو الذي تستند إليه المحادثات الجارية ينص على وقف إطلاق نار دائم. إذن من القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد مرحبا بك، أبدأ معك مما ذكرناه قبل قليل ولعله وصل عن طريقك، ودائما عن طريقك يا زياد. جالانت لنتنياهو ماذا قال؟ هذا صحيح، هناك خلاف شديد بين جالانت من جهة ونتنياهو من جهة أخرى، وبين وفد المفاوضات الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. جالانت قال لنتنياهو هناك الآن مفترق طرق استراتيجي، إذا لم نذهب إلى صفقة تبادل نحن أمام ربما حرب إقليمية، ولهذا عليك أن تأتي بكل هذا الملف للنظر فيه في الحكومة الأمنية المصغرة. عادة الحكومة الأمنية المصغرة تصوت بنعم أو لا على صفقة جاهزة. الآن يقول جالانت دعنا ننقل هذا النقاش إلى الحكومة المصغرة. ليس ذلك فقط، الاجتماع الذي كان بين نتنياهو والوفد المفاوض كان صعبا للغاية وفق المصادر الإسرائيلية. نتنياهو صرخ في الوفد الإسرائيلي المفاوض وقال هل تتوقعون بعد 2 من المفاوضات في الدوحة أن نتنازل؟ رد الوفد الإسرائيلي على نتنياهو نحن نفاوض منذ أشهر طويلة وليس منذ 2، ملف فيلادلفيا ليس ملفا أمنيا، بمعنى أنت تتضرع به كقضية أمنية، يمكن لنا أن نعود إلى فيلادلفيا وأن تحتله إسرائيل في أي وقت معطى، قال الوفد الإسرائيلي. هذا يدل على أن هناك صعوبة كبيرة ستكون في إحداث الاختراق المطلوب، وهذا يدل على أن إشاعة الأجواء الإيجابية بعد محطة الدوحة
لم تكن دقيقة، بمعنى يعني العمل بالمبدأ الإيجابي على ذلك ينعكس فيما بعد على المفاوضات. هذا قد يكون الآن في القاهرة قد تكون صعوبات في هذا الإطار، ولهذا بالذات وصل بلينكن وزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل، وصلت طائرته قبل بعض الوقت إلى تل أبيب، سيلتقي غدا صباحا نتنياهو للضغط عليه في هذا الإطار. الأمريكيون كما جالانت كما الأجهزة الأمنية كما الجيش الإسرائيلي يدركون بأن العقدة والحل هي نتنياهو. طيب، من الممكن أن يشتكى عليه من قبل مسؤولين إسرائيليين زياد؟ نحن في حلقة صفية الآن للأمريكي الذي يريد إبرام هذه الصفقة، من جالانت، من معارضين، من 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 كل الذين يقولون له لو لم تكن هناك صفقة أو الدفع باتجاهها سننزلق إلى حرب، على ما يبدو يشعرون بأنها ليست في صالحهم الآن. هذا صحيح جدا، ويتخوفون من أن نتنياهو عمليا، هناك الكثير إنجاز التعبير من الجزر الأمريكي، لاحظت حتى قضية التسليح للسنوات المقبلة، الإدارة الأمريكية وافقت على صفقات هائلة لإسرائيل، الكثير من الجزر، لكن نتنياهو يخشى العصي في إسرائيل، بمعنى يخشى من بن غفير وسموتريج وسقوط الائتلاف. السؤال، هل بسبب ذلك يمكن له أن يذهب إلى حرب إقليمية شاملة؟ هذا سؤال كبير لا أملك إجابة عليه، ولكن هناك من يقول في إسرائيل بأن الوفد الإسرائيلي عمليا قد يقدم الاستقالة في حال استمر نتنياهو في وضع العراقيل أمام الصفقة. أيا كان، العائلات تطالب الوفد الإسرائيلي بالخروج للإعلام والقول إن نتنياهو هو السبب في عدم التوصل إلى صفقة، يطالبون هذا الأمر منذ أيام. وفي حال تعثرت هذه الصفقة سيكون نتنياهو هذه المرة ربما في مواجهة مئات آلاف الإسرائيليين في الشوارع وليس بضعة آلاف في تل أبيب. طيب زياد، مرة أخرى أعود بك إلى يعني شائعة التفاؤل التي تحدث بها الوفد المفاوض الإسرائيلي في الدوحة. هل كان يطلب منهم هذا التفاؤل من أجل أن يصل الصوت لأهالي الأسرى وبالتالي يرتاح نتنياهو وفريقه المفاوض؟ لاحظ من قال إن الوفد قال إن هناك تفاؤلا، نتنياهو، مكتب نتنياهو أصدر بيانا بهذا المعنى، وليس من باب المصادفة، لأن الوفد الإسرائيلي قال لنتنياهو يمكن الذهاب إلى صفقة، هناك مقومات لهذه الصفقة، قضية فيليدلفي ونتساريم يمكن أن تحل من الناحية الأمنية. الجيش الإسرائيلي أيضا قال للمستوى السياسي هذا الأمر بأنه لا حاجة للبقاء الآن في محور فيليدلفي، يمكن لإسرائيل أن تعيد احتلاله عمليا في أي وقت مقبل. وفي كل الأحوال يقولون لنتنياهو إن الصفقة مبنية من 42 يوما من وقف إطلاق النار من أجل المرحلة الأولى، وعمليا بعد المرحلة الأولى يمكن العودة للقتال إذا ما كانت هناك حاجة لهذا الأمر. لكن دعني أشير إلى ربما جزئية تحدثت عنها في السابق ونكرر هذا المساء، فيليدلفي ونتساريم أمران قابلان للتجاوز تفاوضيا وفق بعض المراقبين في إسرائيل. المشكلة الأساس ستكون أسماء الأسرى الفلسطينيون الذين سيخرجون من السجن، بعض الأسماء من كبار ومن قادة الأسرى، إسرائيل تريد فيتو عليهم، لا تريد إطلاق سراحهم، هذا الأمر قد يكون عقدة العقد إنجاز التعبير. شكرا جزيلا لك من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من واشنطن، الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سمير التقي، من القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس، ومن حيفا ينضم إلينا وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق وعضو حزب الليكود أيوب قرع. مرحبا، أبدأ من عندك دكتور سمير، هل من جديد يحمله بلينكن إلى المنطقة؟ تستطيع واشنطن أن تبرم الصفقة التي يبحث عنها بايدن وكامالا هاريس نائبته مقدمة لخوض الانتخابات ونقطة وتسجيل هدف؟ نعم سيدي، أولا أعتقد أن هناك سمير التقي المعذرة، أنا يعني كلاكما سمير وكلاكما دكتور،
أنا أخطأت دكتور، سامحني دكتور سمير غطاس. أبدأ معك دكتور سمير التقي. تفضل. نعم سيدي، أولا أتشرف بك وأتشرف بجمهوركم الكريم. أعتقد بأننا نواجه وضعا حرجا إلى أبعد الحدود. الجزرات التي يحضرها عمليا بلينكين معه أيضا تشبه كثيرا العصي، بمعنى أن هناك قضية رئيسية أن الولايات المتحدة كما قلنا سابقا لن تتورط في مجابهة إيرانية إسرائيلية، والآن القضية أصبحت في هذا المجال واضحة تماما لبلينكين. ولكن أيضا في ذات الوقت فإن الإدارة الأمريكية تنظر إلى هذه المفاوضات على أنها قد تكون الفرصة الأخيرة لها لتوظيف أكبر هذا القدر الهائل من الطاقات الدبلوماسية والعسكرية في الإقليم من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار. النقطة الثالثة وهي أن قضية نيتساريم وقضية المعابر بشكل عام هي قضية تبدو تماما على أنها قضية الهدف منها هو إيقاف أو يعني عرقلة المفاوضات، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقديم ضمانات بأن لا تكون هذه المعابر بفضل عمليات تقنية وبدور معين للدول العربية ولدور أيضا أمريكي مرافق يمكن أن يكون يلعب دور في هذا الاتجاه. سوى ذلك اعتقادي يعني سيكون هناك الكثير من التحذير من الانزلاق، وأعتقد أن الجيش الإسرائيلي وعدد من كبار السياسيين داخل وخارج الحكومة يوضحون ذات الوجهة الأمريكية وهو ضغط وشكل من أشكال الضغط الأمريكي. بعد ذلك في اعتقادي سيجابه نتنياهو مصيره ويضع إسرائيل في وضع من أسوأ ما يكون. طيب دكتور سمير غطاس، نتنياهو يستبق لقاء بلينكين بحديث عن مرونة إسرائيلية، كيف شكل هذه المرونة؟ ما هو شكلها؟ يعني أنا أولا أعتقد أن لدى بلينكين 3 نقاط هامة يمكن أن يضغط بها على نتنياهو. الأولى هي حجم الدعم العسكري الهائل، الغطاء الأمني الهائل الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، والذي حذر منه ربما وزير الدفاع اليوم من الانزلاق إلى حرب إقليمية يمكن أن تجرح إسرائيل كثيرا. المسألة الثانية وهذا الأمر يعطي لبلينكين أفضلية وعندما يتحدث إلى نتنياهو. المسألة الثانية هو أنه بلينكين سيقول لنتنياهو عليك أن تكف عن فزاعة اليمين المتطرف الذي يقيدك حتى لا تتقدم إلى اتفاق. هناك بدائل والبدائل تتزايد. البديل الأول كان من لبيد الذي أعطاك شبكة أمان تستطيع أن تستعيد عنها أن تستعيد عن حلفائك من اليمين المتطرف، وأشرت بالأمس مع حضرتك إلى اللقاء الذي جمع درعي بلبيد أيضا. نعم. وهذا يؤمن لنتنياهو وينزع منه هذه المهمة. إذا عاد مرة أخرى نتنياهو كالعادة ويتحجج بأن اليمين المتطرف والحكومة يمكن أن تسقط وكذا، هذه الحجة أيضا بلينكين سوف يسحبها منه. المسألة الثالثة هو أعتقد أنه سيحذر نتنياهو من الرهان على الانتظار طويلا، ربما من وجهة نظر نتنياهو المعروفة أنه يفضل الجمهوريين على الديمقراطيين. سيقول له بوضوح شديد لم يقدم لإسرائيل في كل تاريخها ربما دعما كما قدمه الديمقراطيين في ظل إدارة بايدن. بايدن لا أريد أن يعني أستفيد في شرح هذه المسألة. بايدن هو الذي زار إسرائيل بعد 7 أيام من الحرب وقدم له كل الدعم الممكن الذي قد لا يعطيه إياه الجمهوريين. سيحذره من أن الانتظار لن يعوضه وأن هناك الآن تقارب بين الاثنين. هذا ما دفع نتنياهو للحديث بأن مرونة ما لديه يا دكتور سمير غطاس؟ إلى جانب العوامل الداخلية التي قالت فيها الجيش، وهنا الجيش قال له الحرب انتهت وليس مزيدا من العمل العسكري يمكن أن يجلب الرهائن، وبالتالي الضغط الأخير الذي أمر به القوات الجيش هذا اليوم في رفح وفي منطقة الوسطى هو الضربات الأخيرة قبل ضغط مزيد من الضغط العسكري على حماس لتقبل بالشروط. مسألة ثانية هو أنه الخلافات الأساسية حول
فيلادلفيا مثلا يمكن تكسير الفجوة عبر مسألتين. مسألة الأولى ما قاله هليفي أنه لا 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 ليس بالضرورة أن نكون موجودين عسكريا ويمكن أن نستعيدها في أي وقت. المسألة الأهم والذي قفز عنه الكثيرين تصريح لجالانت وزير الدفاع الذي قال أنها طوال فترة الحكم من 15 أو من 14 إلى 23 لم يحدث أن استخدمت الأنفاق للتهريب، وقصر الأمر على فترة الإخوان المسلمين، بمعنى أنه في الستة أسابيع التي من المحتمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فيها لا تستطيع حماس حتى إذا أرادت. طبعا مصر سوف تمنع ذلك، لكن أيضا لا تستطيع حماس أن تستخدم هذا المحور لتهريب الأسلحة كما يدعي اليمين الإسرائيلي ونتنياهو على رأسه. وبالتالي هذه النقطة يمكن تفكيكها. طيب سيد أيوب، على من يضحك نتنياهو بمسألة إشاعة أجواء التفاؤل هذه، حتى أن مكتبه عندما عاد الوفد من الدوحة قال بأن تفاؤلا ما في هذه المفاوضات، بينما جالانت يقول له الآن في الاجتماعات الأمنية بأن عدم وصولك إلى صفقة سيجر إسرائيل إلى حرب إقليمية، قال الدكتور سمير غطاس بأنها ستجرح إسرائيل. سيدي العزيز، إسرائيل أعلنت لأمريكا إنه هي من ناحية المبدأ مع الصفقة، ولكن كل صفقة بيجي بعد إنه ما يوافقوا عليها تحضيرات على أساس تكون اتفاقية، وفي لما تيجي الاتفاقية لازم تضمن المستقبل، يعني إنه ما يكون هناك شبه أو حتى إمكانية لكي تكون حرب جديدة في المنطقة وعدم استقرار. فقلق نتنياهو من هذا المنطلق، ليس من منطلق إنه يريد هاي الثغرات لمصلحته، لأنه معروف أن إسرائيل بأغلبية ساحقة بدأ هاي الصفقة، بدأ وقف إطلاق النار، ولكن نحن بنعرف أنه نحن أمام إرهاب، نحن أمام إخوان مش مقاومة، وهذول مصلحتهم أنه يولعوا الشرق الأوسط إذا بيقدروا، لأنه ما دايرين لا على مصلحة الشعب الفلسطيني ولا بهمهم دولة ولا دولتين ولا شيء، هن بهمهم يرضوا إيران. أنا متفائل مرة بسبب واحد، إنه إيران موجودة بالصورة اللي فيه إلها مصلحة إنه الصفقة تتم. أنا ما عندي شك إنه آخر المشوار الثغرات بيتغلبوا عليها، لأنه إيران في النص وبتكبس على راسه لسنواره وبتقول له اقبل الصفقة ما تلعب. كل هاي اللعيب على أساس إنه يوصلوا لوضع إن ما تكون صفقة هي نابعة من هناك، على أساس إنه إذا لمصلحة الإخوان هذول إنه تكون حرب بالمنطقة، وحرب قديش أكثر بسببهم. فلذلك في اليوم دول عقلانية حتى لو بحباش مثل إيران وإسرائيل اللي إلهم شعب بده تهدئة، ما بده موقف اللي من خلاله الأبريات تستمر تنقتل إن كانوا في غزة أو بأي محل. لذلك أنا متأكد إنه هاي الثغرات إن شاء الله. سيد أيوب، سيد أيوب، من يدعم الإرهابي إرهابي، أليس كذلك؟ الإرهاب هو إرهاب. أنا أسألك سؤالا واضحا، من يدعم الإرهاب هو إرهابي، أليس كذلك؟ حسب رأيي نعم، الإرهابي. من يتعامل مع الإرهابي هو إرهابي؟ 100%. طيب لماذا رعى نتنياهو حماس قبل اندلاع هذه الحرب؟ ولا مرة، أنا في الحكومة سنوات، حقائب المال كانت تصل عن طريق حكومة كنيست. حقائب المال كانت تصل عن طريق حكومة نتنياهو. قال له لبيد في الكنيست. إذا أنا أعطيتكم تحكوا كلكم، أعطيني جاوب. طيب تفضل جاوب. الأساطير هاي اللي بتحكوها هاي أموال قطر، مش أموال من إسرائيل ولا أموال من أي محل ثاني، هاي أموال قطر كان نتنياهو ما بده إياها، وكان عليه ضغوطات عالمية إنه يتقبل لأنه رايح على الفقراء للبسطة للعزل. وللأسف الشديد هنية ومشعل وسنوار اتقاسموها في بنوكتهم وعملوا فيها
ملاجئ لهم والشعب سازق نتنياهو مسكين. اسمح لي سيد أيوب، اسمح لي دكتور سمير التقي سعودي ليك دكتور سمير غطاس بهذه النقطة على وجه التحديد، مسألة ما قاله السيد أيوب بأنهم يواجهون إرهابا، يعني أيضا أريد أن أعرف أنا هذا الإرهاب من هو، وفيما إذا كان هناك مصطلح للتعريف باعتبار أن عدد الضحايا في قطاع غزة وصل إلى 40,000 ضحية حتى هذه اللحظة. لا أدري إن كانوا كل هؤلاء ينتمون إلى حماس، أطفال ونساء وصغار ونساء وغير ذلك. دكتور سمير التقي، الجانب الأمريكي الآن الإغراءات التي قدمت لحكومة نتنياهو ستكون عاملا مشجعا له ضد من يصفهم بأنهم يضيقون الخناق عليه بإسرائيل سموتريتش وكذلك بن غفير؟ نعم، أعتقد بأن الدور الرئيسي الآن الأمريكي هو أن يعني يعمق هذه الأزمة وأن يستفيد من الدور الذي يمكن أن يلعبه حتى المعارضون بأن يقدموا شبكة الأمان التي تحدث عنها الزميل سمير غطاس، وهذه الشبكة عمليا الهدف منها إقناعه بأن يعني مصالح بقائه في السلطة وربما قضايا المتعلقة بمحاكمته يمكن أن تحل، ولكن القضية الرئيسية هي أن المنطق المفاوضات هو منطق بالذي جرى الحديث عنه هنا ربما يكون خاطئا. أي مفاوضات تهدف إلى حل إلى الأبد بدون حل القضية الفلسطينية، بدون سلام وبدون التفاوض مع الفلسطينيين من أجل خلق وضع جديد يؤدي إلى انفراج وعمليا حل الدولتين، سوى ذلك كل الاتفاقيات هي اتفاقيات مؤقتة، وأي حديث عن أن هذه الاتفاقات هي ستدوم هو كلام ليس له أي أساس. والدليل هو اتفاقات التي وقرار مجلس الأمن الذي صدر بعد حرب 2006، أين هو الآن من التطبيق؟ طالما الصراع موجود كل هذه الاتفاقات هي أوراق، وإنما الهدف الرئيسي هو إنقاذ حياة أكبر عدد من المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين. وبالتالي الهدف الرئيسي الآن هو أن نتنياهو اقتنع بأنه لن يستطيع، أو مقتنع يعني يجد نفسه بأنه لن يستطيع أن يحقق أي نصر سوى القتل، وحتى فيما يتعلق باستعادة ردعه ضد المقاتلين الفلسطينيين لأنهم سيأتون بعد فترة بدون جدل لأنه لم يترك بيتا إلا، وأيضا استعادة الردع ضد إيران أصبح غير قادرا عليه، لن يستطيع أن يستعيد الردع ضد إيران، كما أن إيران لديها مشكلة كبيرة في قضية الردع ضد إسرائيل. طيب دكتور سمير غطاس، سيد أيوب يقول نحن أمام إرهاب والناس تريد أن تعرف، هل بالفعل هم أمام إرهاب في ظل الحديث عن صفقة، في ظل الحديث عن اتفاق يجرى العمل عليه من قبل الأمريكيين والقطريين والمصريين والدول العربية وكل العالم؟ يعني أنا أقدر أن ضيفك كان وزيرا لدى نتنياهو، نتنياهو هو الذي يملك أن يعيده إلى موقعه أو يقصيه، وبالتالي الحديث وكأن نتنياهو يعمل في الصليب الأحمر، كأنه كان يدخل الأموال 30 مليون دولار لم تحدث في تاريخ البشرية كلها، أن يدخل 30 مليون دولار سواء من قطر أو من كوستاريكا، 30 مليون دولار يوافق نتنياهو على دخولها عبر مطار تل أبيب ويحرسها الشين بيت من مطار تل أبيب إلى مدخل قطاع غزة ليسلمها إلى حماس في الداخل، وكأنه يعني كأنها تصرف على الأطفال وعلى رياض الأطفال وعلى شراء حليب للأولاد ولم تصرف على شراء أسلحة. كان نتنياهو شخصيا وضيفك يعلم أن كانت حماس تستعرض قوتها في كل مناسبة ويرى كل الأسلحة التي تشتكي منها إسرائيل الآن كانت تمر أمام أعينهم علنا جهارا. بوجه من كان يريد أن يقوي حماس صواريخها. دكتور سمير غطاس، بوجه من كان يريد إضعاف السلطة الفلسطينية؟ في الكنيست قيل ما تقوله حضرتك في الكنيست وليس في مقال، في الكنيست قيل لنتنياهو علنا أنت من سلح حماس ودعمها وأضعف السلطة الفلسطينية، هذا علنا قيل داخل الكنيست ولا يمكن التمويه عليه. مسألة ثانية، وكأن نتنياهو أيضا في الصليب الأحمر ويريد السلام ويريد إنهاء هذه الصفقة وليس له علاقة بأربع قضايا فساد
يعني تلطخ سمعته وتقوده إلى السجن، من قضايا الغواصات إلى ثلاث قضايا 1000 و2000 و3000 و4000، كل إسرائيل تعرف. طيب. ولدي عشرات الدراسات والمقالات التي تقول بالأسماء أن نتنياهو يطيل أمد الحرب تهربا من مصيره المعروف. طيب. غير الأربع قضايا، غير أنه سيحاكم على مسؤوليته عما حصل في 7 أكتوبر. طيب. وبالتالي الكلام إلى جانب، يجب أن نتحدث قليلا أستاذ حسين دقيقة، الإرهاب الذي يمارسه المستوطنين الآن في الضفة الغربية، قتل المواطنين العزل، الاعتداء على الأراضي، الزيتون الذي يقتلع، حتى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وزير الخارجية البريطاني والفرنسي والأمم المتحدة كلهم أدانوا ذلك طبعا والجميع. طيب. طبعاً. اسمح لي دكتور سمير غطاس، نتحدث عن إرهاب، نتحدث أيضا عن الإرهاب الصهيوني. طيب سيد أيوب، ألم تقل السلطة الفلسطينية لنتنياهو بأن ما يقوم به الآن لن يجلب الأمن للإسرائيليين، مسألة الرعاية في مكان ما، وكذلك مسألة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبالتالي وصلت إسرائيل إلى هذا الحال، حال فقدان الأمن؟ أنا بيطلب مني نجاوب الأخ غطاس إنه أنا من نفسي استقلت من حكومة إسرائيل وتركت نتنياهو، ومش رايح أرجع على السياسة، أنا بحكي بس شو بأمن وشو بفكر إنه صحيح لدولة إسرائيل اللي بيفتخر وبيعتز فيها أكثر دولة ديمقراطية وفيها حقوق إنسان في العالم كعربي. ولذلك من هذا المنطلق أحكي لك عن الديمقراطية؟ أنا بحكي لك أنت كدرزي تتمتع في دولة تقول أنها دولة يهودية، أنت كدرزي تتمتع بنفس يعني الحقوق لليهودي وفق قانون اليهودية، أنت كدرزي رد لو سمحت. أنا بستعد أنت كدرزي يهود. تتمتع بنفس الحقوق لليهودي وفق قانون يهودية الدولة. طيب. أنا مستعد كون عبد عند اليهود ومش عند عربي مستبد، قيادة مستبدة وديكتاتورية زي ما أنت عبد فعلا. طيب. أنت مش مستعد. طيب. أنت عبد فعلا. دكتور سمير، سيد أيوب، مسألة الأمن لإسرائيل كيف يمكن أن يجلب إذا كانت إسرائيل تفكر بأمنها الآن؟ ما جرى في قطاع سيد العزيز تفضل ما قطعتونيش، ما قطعتوش، بظل قاطع. لا قل له تفضل. إنه يتعلم زي الغرب إنه تفضل. يسمع حتى الرأي الآخر. لذلك من هذا المنطلق إنه في عنا 17 سنة، هذا اللي عم بقول قوى الحماس على السلطة، 17 سنة نحن في غرب في تركنا غزة وبدون أي مقابل، وطلعنا قلنا بلكي غلطانين انه نحن المشكله مشكله ارض، طلعنا للحدود الدوليه، وللاسف الشديد لما طلعنا كانت في شيء اسمه سلطه فلسطينيه اللي هي السلطه الشرعيه للشعب الفلسطيني. الحماس هذول الاخوان قتلوهم، طبشوهم، نزلوهم من طوابق الاف منهم، لذلك وكرتوهم. إسرائيل ما قوت حماس ولا بتقوي حماس ولا إلها مصلحة مع حماس، هاي دعايات ومناورات داخلية في إسرائيل ضد نتنياهو، هذا ماله. طيب. الواقع. طيب اسمح لي سيد أيوب، تفضل دكتور سمير غطاس. اسمح لي سيد أيوب، نقطة سريعة دكتور سمير غطاس، نقطة سريعة دكتور سمير غطاس، وبعد هذا بلا دكتور سمير التقيد، تفضل دكتور سمير غطاس. لبيد قال، لبيد هو رئيس وزراء سابق وزعيم الحركة في داخل إسرائيل، قال هذا الكلام في الكنيسة، هذه ليست دعاية ضد نتنياهو وضد إسرائيل، هذا كلام يعني مقدس. لبيد مقدس لأنه في خطك، وليس مقدس دعاية. مقدس لأنه في خطك يا لبيد. إيه؟ هذا واحد ما بيسواش 10 قروش، عشان هيك مش لبيد ده زعيمك، رئيس وزرائك، ولا زعيمي ولا كان زعيمي ولا بيكون زعيمي. اللي زعيمك انت في الليكود كنت اقليه وهو كان رئيس وزراء، كان رئيس وزراء. اقول لك هذا رئيس، اذا انت ديمقراطي هذا كان رئيس وزراء. طيب. لا رئيس حكومه بالنسبه لي ولا كان. طيب دكتور سمير التقي، دكتور سمير غطاس، سيد ايوب، اسمح لي. طيب اسمح لي دكتور سمير التقي، فقط اريد ان اقف معك بالنقطه الاخيره الان، الأجواء أجواء هدنة وإيقاف الحرب في قطاع غزة أو لا؟
الحقيقة ليس بعد. أنا لست متفائلا جدا، لست متفائلا بشكل حقيقي. آمل، أترقب، ولكن لا زال بعيد عن التفاؤل، لأنني أجد بأن نتنياهو لا يزال يناور بشكل منقطع النظير، وهو لا يقبل ليس فقط الآفاق التكتيكية القائمة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وتفاصيلها، بل ولا حتى عن اليوم التالي، ولا حتى عن الاعتراف بأن ثمة مفاوض فلسطيني، ولا حتى عن الاعتراف. إذن كل هذه القضية بالنسبة لنتنياهو هي قضية أنه لا يريد اتفاقا، ولا شكرا. يريد أن يصل إلى وضع يجري فيه تحديد هوامش مناوراته العسكرية وقتل الفلسطينيين، المزيد من الفلسطينيين. شكرا جزيلا لكم من واشنطن الباحث في معهد الشرق الأوسط دكتور سمير التقي، من القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية دكتور سمير غطاس، ومن حيفا وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق وعضو حزب الليكود أيوب قرع. وفي الأخبار ليلة بعد قليل، تحدث عن انفلات أمني وميليشيات مسيطرة، بغداد تحتج على سفير البريطاني وتستدعي القائمة بالأعمال. الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام، كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل، عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة، وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ رحى حروب لا تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. مرحبا بكم من جديد. أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي مستشار الرئيس محمد شياع السوداني أن أمن البعثات الدبلوماسية والسفارات في العراق مستتب. وفي مقابلة مع الحدث قال علاوي إن تسليم وزارة الخارجية مذكرة احتجاج للقائمة بأعمال السفير البريطاني لدى بغداد هو إجراء بروتوكولي تعقيبا على تصريحات السفير البريطاني، والتي اعتبرت بغداد أنها تمس بمضمونها الشأن الأمني والسياسي الداخلي. ما حصل حقيقة بخصوص هذا الموضوع من قبل وزارة الخارجية قد عبرت عنه إلى يعني بهذه المذكرة الاحتجاج، وهذا كان طبيعي جدا كإجراء بروتوكولي تقوم به وزارة الخارجية العراقية في إدارة يعني مهامه، والتعامل كذلك مع السادة السفراء الذين يمثلون الدول الصديقة للعراق والذين يمثلوها هنا في العاصمة بغداد الاتحادية. وبالتالي حقيقة لو كان هنالك أي تهديد يواجه سعادة السفير البريطاني ممكن أن يتصل
يتصل بالسيد رئيس الوزراء، ممكن يتصل بالسيد وزير الخارجية، وممكن يتصل بالدائرة يعني الدبلوماسية الموجودة من الدوائر المتعددة لدى وزارة الخارجية العراقية للإحاطة بهذا الموضوع. وطبعا سيتم التعامل مع هذه التهديدات التي يشعر بها سعادة السفير بجدية من قبل الحكومة العراقية. وكان السفير البريطاني ستيفن هاشن قد قال في تصريحات صحفية إن الوضع الأمني في العراق أفضل من السابق بمئة مرة، لكن هناك تهديدات على البريطانيين، وأضاف أنه شخصيا تعرض لتهديدات، مضيفا أن هناك بعض المجاميع المسلحة لا تحب بريطانيا على حد قوله. وقال السفير البريطاني في تصريحات والتي انتقدته العراق أنه ولهذا السبب من الصعب أن يشجع أقاربه على زيارة العراق في ظل تهديدات الانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المنفلتة كما قال. من بغداد ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية سرمد البياتي، ومن عمان الدبلوماسي السابق ومدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل. مرحبا بكما أستاذ سرمد. هناك سفراء يجلسون في مكاتبهم ولا يطلعون على ثقافة الشعوب التي هم سفراء فيها. السفير البريطاني زار الجامعات العراقية وعزف ودخن النرجيلة وكذلك أكل الباقلاء وغير ذلك، يعني عندما تحدث عن جزئية أمنية هذا الحديث ألم يكن الرجل صادق فيه في 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 رؤى العين بأن سلاحا منفلتا يجب أن يضب هذا السلاح؟ يعني بداية تحية لكم الدكتور غازي. أهلا وسهلا. هذا الرجل يعني أولا هو يتكلم العربية، وثانيا ما شاء الله هو عم يلف يوم شارع المتنبي ويوم هنا ويوم كأنه يعمل كمراسل صحفي أو يعني إلى نشاطات كثيرة. شوف خلينا نكون واضحين، يعني هو شخص بعض الأمور يعني مهمة، لكن أن تكلمنا بأمور مهنية يا أستاذ خلينا نتكلم بالمهنية اللي هي يعني تضبط العلاقات بين الدول، مو من حقه يتكلم هذا الكلام. نعم جزء من كلامه كثير أنا متكلمة وياكم على السلاح المنفلت، على ربما بعض التهديدات. إحنا نفسنا أنا في بغداد يعني تتوقع أقدر أطلع من سياق معين وياكم في كلام على جهات معينة؟ لا، خلينا نكون واضحين. أحدهم اليوم ابتسم وياي ضحك قال يمكن سرمد ما يقدر يوصل بيته إذا أراد يتكلم، يعني على يعني هذا الموضوع موجود إحنا نعرفه ما أريد نكذب، لكن كأمن لا، بغداد آمنة، المحافظات آمنة. شوف خلينا إحنا نتكلم الصراحة، بغداد آمنة، الجرائم الموجودة بها حال بقية البلدان، لكن أما هل مسموح لك كسفير مجرد سفير يتكلم والله الأمن في بغداد هش وأنا تعرضت إلى تهديدات؟ وين تهديدات؟ هو يوميا يفتر بمكان، يوميا يلف بمكان. هسه أوكي ما هي الكثير يتعرضوا إلى تهديدات، هسه ظروف المنطقة تتوقع ما عندنا محددات بالكلام؟ يعني صح احنا مرات احنا وياكم انا اتجاوز الخطوط الحمر، بلكي اشتهى السمك المزقوف وما خليته يروح على البصرة يا استاذ سرمد. هي المشكلة، يعني فهو يتكلم، إذا نتكلم مهنيا لا مو من حقه، أما طيب. إذا نتكلم واقعا فهو الرجل يعني دي يسمع الأمور ودي يسمع التهديدات ويشوف السلاح المنفلت ويشوف أمريكا تقصف، يشوف فصائل معينة تضرب قاعدة عين الأسد، فمن هالمنطلق هذا طيب. يعني أطلق مثل هاي التصريحات. طيب دكتور نعم. غازي
سفير لدولة كبيرة عضو بالأمم المتحدة ولها حتى حق استخدام الفيتو وغير ذلك، يعني أنت دبلوماسي، أليس من المعيب أن يتحدث عن دولة هو سفير فيها بهذا الشكل مثلا؟ إن كانت لديه ملاحظات أمنية مثلا، ألا يمكن أن يخبر بها الحكومة العراقية ويخبر بها حكومته؟ لماذا يتحدث علنا؟ نعم، شكرا جزيلا، واحترامي أيضا للأستاذ سرمد وتقديري لما تفضل به أيضا من أفكار حول الموضوع. نعم أكيد ممكن أي بعثة دبلوماسية، أي سفير، أي دبلوماسي يتعرض إلى انتهاكات للحصانات اللي يتمتع بيها، ممكن يبلغ وزارة الخارجية، رئاسة الجمهورية، المؤسسات المعنية ومن إطار علاقاته كبعثة دبلوماسية. لكن في نفس الوقت أنا أعتقد يعني على الرغم من اختلافنا مع السيد السفير البريطاني بالمنهج اللي اتبعه، لكن هو في نفس الوقت محق. يعني أنا أعتقد قبل أكثر من شهر السفيرة الألمانية في بغداد تحدثت عن تعرض الشركات الألمانية سيمنس وغيرها، شركات تعمل بمجال الطاقة، النفط، الغاز في البصرة، إلى الابتزاز، إلى التهديد الخطير، وبالتالي اضطرت كثير من الشركات أن تغادر البلاد. كان هذا التصريح واضح تماما أن الوضع غير مريح بالنسبة للشركات الألمانية، ونفس الشيء بالنسبة للشركات الأجنبية الأخرى. أيضا أنا أتذكر تماما هناك أكثر من 300 مليار دولار عراقيين خبراء ومستثمرين هربوها للخارج وتركوا العراق، أيضا بسبب التهديدات والابتزاز المادي والتهديد بالاعتقال أو غيرها من التهديدات الخطيرة اللي تمس الحياة. وأيضا نشر كل هذه التفاصيل البنك الدولي في تقرير مفصل عن العراق. إذن التهديدات موجودة. ما أشار إلى السفير في الواقع البريطاني أن هناك من يكره بريطانيا، هذا أيضا صحيح. يعني هناك تيارات، اتجاهات راديكالية معادية للولايات المتحدة الأمريكية، الطالب بطرد السفيرة الأمريكية، طرد البعثة الدبلوماسية، الطالب أيضا بقطع العلاقات مع أمريكا، أيضا في موقف سلبي من بريطانيا أو غيرها من الدول الأوروبية. إذن هذه الأجواء السلبية في الواقع يفترض أن تعالجها الحكومة العراقية. يعني أنا ضد أن نأخذ تصريحات. طيب دكتور غازي، طيب جميل، سأتي إلى هذه النقطة معك وكيفية العمل في المستقبل يعني وردود الفعل. يعني هي دائما الحكومة تعترض وهذا حقها وهذا من صميم عملها، ولكن أستاذ سرمد، نقطة السلاح المنفلت كذلك، يعني ما زال حتى اللحظة هناك يعني قوى مسلحة تعود بأسلحتها إلى منازلها. يعني أنت تعرف بأن كل عسكري إن كان ينتمي إلى مؤسسة معترف عليها، سواء الحشد هو مصوت عليه في البرلمان، هذا مفروغ منه، بعض الناس يعودون بأسلحتهم إلى بيوتهم، كيف يسمح لهم بذلك؟ هذه استاذ حسين، هذه كارثة الكوارث. شوف أنا بكل القنوات أتكلم وبصوت عالي أقول بأنه إذا أرد الدولة إذا أرادت تسحب السلاح، أنا ما مثلا هسه لو سألني على موضوع وزارة الداخلية ومنصة أور وراح يشترون سلاح من المواطن أو هذه، أنا هذا كله يعني ضد هذا الموضوع. الدولة إن رادت تسحب السلاح من المواطن تسحب سحب، تسحب سحب، مو تنتظر تتوسل بهذا الموضوع. احنا أنا قايل من كنا ضباط سابقا، اخي انت من تنزل اجازه تسلم سلاحك اكو شيء اسمه المجب، اكو شيء اسمه المجب. كيف هذا اللي بالشارع من يقتله واحد تعال انت هذا السلاح من اخذته؟ اذا بي رخصه ومسجل فهذه بالدول الغربيه يوصلون الى من خلال نوع الطلقه، من خلال رقم المسدس. اما انت مفاجاه تدخل سياره مظلله، هو هذا اللي يخوف طبعا حقيقه. سياره مظلله، يعني مع العلم هسه اكو تجديد على السيارات المظلله، تجديد عالي جدا. تدخل سياره مظلله شايل سلاح، تعال انت هذا السلاح مين لك؟ اذا قال اني مؤسسه امنيه باي صفه؟
هل انت حمايه؟ هل انت على قول على مثل ما يقول السوري مرافقه مان فلان، مرافقه مان فلان، مكلف بحمايه شخص؟ تلوث استاذ سرمد، بغداد آمنة. تلوث انا ذاك اليوم، طيب تلوث حتى بصري، يعني عندما يمر سفير أو دبلوماسي أو غير ذلك، يعني ما معنى أن يكون هناك سلاح خارج منظومة الجيش؟ يعني نحن لا نتحدث عن تفضل. بالمناسبة أستاذ حسين، أنت شايف ذول السفراء من يفوتون، يعني أنا أشوفهم كثيرا شقد حمايات وياهم، مثلا بسيارات لاند كروز مصفحة وهذا. وحتى المسؤولين ذاك اليوم أنا كتبت بجروب مهم جدا، قلت أريد أعرف اسم المسؤول اللي وقفنا بالإشارة الضوئية، والله وقفنا 10 دقائق، إلى أن جت 5 سيارات مصفحة لاند كروز سوداء اتجهت المنطقة الخضراء. كتبت لهم منو هذا؟ منو؟ مو من حقه يا أخي ببغداد آمنة، أخي اللي يقول لك راح ذولا يستهدفوهم سواء النائب أو وزير، والله يكذب، والله يكذب. لا أكو استهداف على نائب ولا على وزير ولا على أي واحد. طيب هو انتم جايين من كتل سياسيه، من يقتلكم؟ منو اللي راح ينفذ عليكم ويقتلكم؟ لكن هذا الكذب اللي احنا، هذا الفخفخه، هي بالمناسبه مو بس بالعراق، هذا الشرق الاوسط، لا بل الوطن العربي كله. طيب مشترين بيه، بس احنا شويه الان احنا اوفر في هذا الموضوع. طيب اما ما تقول لي السفير البريطاني مو من حقه، لكنه شخص بعض الامور اللي احنا كعراقيين نحس بيها. طيب دكتور غازي، كذلك يعني المطلوب من الحكومه العراقيه يعني الحاليه، يعني انت تعرف المساله ليست مساله تصريح سفير بريطاني. إذا كان التصريح من الممكن أن يهضم إلى حد ما، ولكن هناك انتهاكات من قبل تركيا، من قبل إيران، من قبل دخول سلاح وغير ذلك، هذا تحدي أمام الحكومة. هل تستطيع بالفعل أن ترجع العراق إلى شخصيته؟ العراق هذا يا دكتور الرازي. نعم نعم أكيد، الموضوع اللي تتفضل به معقد تماما. يعني أشكال التدخل بالشؤون السيادية للعراق مختلفة، يعني تركيا وPKK، إيران وعلاقتها الوثيقة مع الفصائل المسلحة لأكثر من 34 فصيل، وترتبط هذه الفصائل بالقيادة العامة للحرس الثوري وتمتثل للأوامر وتشارك بعمليات قتالية في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن. إذن الوضع في العراق هو ليس في الوضع المستتب، يعني أشار السيد سرمد إلى مسألة، يعني إذا مستتب وآمن والأمور جيدة وطيبة، زين لوش عشرات السيارات الأمنية تكون مرافقة من ناحية أمنية للنواب، للوزراء، للمسؤولين على اختلاف مستوياتهم؟ هذا يعني أنه الأمن غير مستتب. النقطة الأخرى، هناك 20 مليون قطعة سلاح منفلت لدى العشائر ولدى التنظيمات وغيرها. التنظيمات المسلحة اليوم في العراق تمتلك صواريخ كاتيوشا وطائرات مسيرة ومصانع أسلحة موجودة في جرف الصخار وغير جرف الصخار، لديها أسلحة ثقيلة في بعض الأحيان أفضل مما موجود عند الجيش العراقي. إذن هناك على صعيد المشكلة الأمنية بالنسبة للعراق، بالنسبة للجيش، القوات المسلحة، الفصائل المسلحة، دور تركيا في مواجهة فصائل PKK الإرهابية، عندنا أيضا مشكلة الإرهاب ودولة الخلافة والمواجهات اللي ممكن تحصل معها. إذن الوضع في العراق ما زال فعلا الأمن هش. نعم هناك بعض المظاهر أن بغداد آمنة، لكن في الواقع هناك مافيات الجريمة. طيب دكتور غازي، إذا سمحت لي هنا، تهريب الجنس، النساء، المخدرات. نعم طيب إذا سمحت لي أستاذ سرمد، دكتور غازي أريد أن أسأل الأستاذ سرمد، يعني لماذا المسؤولية مسؤولية الحكومة في مسألة السلاح كذلك؟ يعني أليست هي مسؤولية الشعب العراقي؟ بمعنى إذا كانت هناك نتائج للثانوية تجد إطلاق الرصاص وكأنه يريد تحرير يعني الفلوجة عندما احتلها داعش، وعندما يكون هناك نائب، وعندما يزور هناك نائب آخر مدرعات. يا أستاذ سرمد، يعني كيف يعمل على الشعب؟ وعندما يأتي من الحج، هذه الفرحة الكبرى،
زين عندما يأتي من الحج. لا هذا الموضوع والله تقريبا أستاذ حسين حقيقة يعني تقريبا شوية خف يعني بعد العقوبات الأخيرة اللي فرضوها، هذا الموضوع شوية خف موضوع إطلاق النار يعني بالمناسبات والهذي. يعني أنا مدى أسمع هواية أطلاق نار، يجوز مناطق أخرى موجود بس لأنك ما تروح على أعراس مدى نسمع أطلاق نار. على كل على كل يعني الحمد لله احنا ما نفرح، يعني احنا نفرح استاذ حسين اذا هذه الامور تجي، لكن انت شكرا. يعني هذا اصبح واقع حال شكرا. يعني لذلك انا من اجل ان ننهي الموضوع، السفير تجاوز حدوده لكن شخص شكرا. بعض الامور استاذ حسين مهمه وموجوده. شكرا جزيلا لكما من بغداد الباحث في الشؤون السياسيه والامنيه العراقيه الأستاذ سرمد البياتي، ومن عمان أشكر الدبلوماسي السابق ومدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل. دمتم بخير، بعد قليل ساعة ثانية أخبار الليلة. الدعم السريع أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. هذه المعارك تدور لليوم السابع على التوالي ما بين الجيش السوداني والدعم السريع. منذ أن بدأت الحرب بذلنا جهدنا لكي نتفادى هذا الحرج وهذه الدماء السائلة. ما مدى أهمية هذه السيطرة إذا ما كانت هذه الأنباء صحيحة؟ المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور وكذلك إلى إقاليم كردفان تواجه صعوبات كبيرة. الاتهامات من مندوب السودان في الأمم المتحدة يتهم فيها الجيش الليبي بدعم الدعم السريع. على ماذا استند مندوب السودان في توجيه هذه الاتهامات لليبيا؟ الطرف الآخر هنالك بينات واضحة وأدلة واضحة لتعاونه مع الإيرانيين. قوات الدعم السريع شغلت كثيرا بالغنائم ونهب المواطنين وسلبهم ودخول منازلهم. رفعة الحرب تتوسع يوم بعد يوم. سياق الاقتتال واتجاهاته ما بين الجيش والدعم السريع إلى أين يتجه؟ هناك من يتحدث عن إصرار للطرفين باستمرارية القتال حتى الحسم. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس.
تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. الآن الأخبار الليلة من الحدث. الساعة الثانية من الأخبار الليلة من الحدث، إليكم أهم الملفات. الاتفاق الغائب عن الدوحة هل يظهر في القاهرة؟ 10 أشهر من الحرب، ماذا بقي من غزة؟ لماذا أغضبت بغداد تصريحات السفير البريطاني؟ سياسة إيران الخارجية هل تبدلت ملامحها أم العناوين؟ نتنياهو متمسك بالبقاء بمحور فيلادلفي، وغالانت يحذره بدون صفقة قد تنزلق لحرب إقليمية. بلينكن في إسرائيل للقاء نتنياهو غدا، وفد تل أبيب في القاهرة بمشاركة الجيش والشباك والحكومة. قبل جولة مفاوضات جديدة، إسرائيل تصعد عملياتها قرب المناطق الإنسانية في خان يونس ودير البلح. برلماني إيراني يتوعد بالرد على اغتيال هنية حتى لو انتهت الحرب على غزة. مرحبا بكم. بين القتل والنزوح والجوع والدمار تتلخص حياة الفلسطينيين في غزة، وبينما ينتظر هؤلاء بصيص الأمل في نهاية نفق المفاوضات، يزف لهم بشرى عبر الوسطاء وذلك بوقف إطلاق النار. يتساءلون ماذا بقي من غزة؟ خلفت 10 أشهر من الحرب على غزة أكثر من 40,000 قتيل ومئات الآلاف من المصابين، بينما تجاوز حجم الدمار في القطاع 60%، وأن نسبة مباني المدارس التي دمرت نحو 85%. يقول تقرير لبلومبرغ أن حجم الدمار والأنقاض في غزة يكفي لملء صف من شاحنات القمامة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة. وبالتزامن مع المفاوضات المزمعة في القاهرة، وسع الجيش الإسرائيلي من توغله في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وصولا إلى غربي المدينة بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مكثف. وبذلك تصبح قوة الجيش الإسرائيلي على بعد مئات الأمتار فقط من المنطقة التي تصنفها على أنها إنسانية آمنة، في المواصي التي تضم نحو 1.5 مليون
700,000 نازح فلسطيني. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها العسكرية في منطقة خان يونس ومشارف دير البلح جنوبي قطاع غزة. المدارس، البيوت، العزل، حتى البيوت المقصوفة بتنقسم. احنا طبعا كل شهر بجولنا في مفاوضات ومفاوضات. احنا يا عم شعب فلسطين الابرياء اللي مناش في العنف ولا ان في اي شيء يسيء لا اي بني ادم ولا اي طفل او للدول الثانية. احنا نأمل من المفاوضات انها تكون بادرة خير علينا، وفي نفس الوقت ما تكونش بس على ورق وعلى جاف، انه كل يوم كل اسبوع كل شهر وكل في نفس اليوم اللي بيعملوا فيه مفاوضات بتقتلوا اطفالنا وبتقتلوا، فيش عندنا مي ولا كهرب ولا اكل ولا شرب. نتمنى ان يكون هنالك رد وقبول بين الطرفين، سواء الطرف الاسرائيلي والطرف الفلسطيني، كون ان الشعب الفلسطيني عامة في انتظار ويتمنى ان يكون هنالك تهدئة وهدنة لحل ولإنهاء هذه الحرب الدروس التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عامة بشماله وجنوبه. طبيعي نكون متفائلين، لأنه إذا ما تفائلناش معناته إحنا بننتحر. يعني لازم بالقليل أتفائل عشان دوائي هذا اللي بشربه قاعده تاريخه فايت 3 شهور يتجدد. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر، مرحبا بك، نستطلع منك أجواء القطاع حيث أنت. نعم، مساء الخير لك حسين. يعني أجواء القطاع تقول لا زالت الاستهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي، الاستهدافات الصاروخية وحتى المدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي. إطلاق النار تواصل طوال ساعات هذا اليوم في مناطق متفرقة من قطاع غزة. في المناطق الوسطى من القطاع حسين سقط كل هذا اليوم نحو 15 ضحية بعيد استهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي لمنازل وشقق سكنية وأيضا لمواطنين في المناطق الوسطى من قطاع غزة. في أبرز هذه الاستهدافات كان منزل لعائلة الصعيدي في مخيم النصيرات، أدى إلى سقوط 5 من الضحايا ونحو 15 جريحا، تم نقلهم إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع. وأيضا أصيب في ساعات مساء هذا اليوم 8 مواطنين على الأقل بعيد استهدافهم من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي التي أطلقت على الأقل خلال الدقائق الأخيرة 3 قصف صوب مخيم النصيرات وسط القطاع. ولكن أيضا في المناطق الجنوبية من القطاع وتحديدا خان يونس التي أيضا تتعرض لعملية عسكرية متواصلة منذ عدة أيام يقوم بها الجيش الإسرائيلي خاصة في المناطق الشرقية وصولا إلى المناطق الوسطى وحتى المناطق الغربية التي يصنفها الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة، حيث لم يعني يبقى أي مكان آمن في المناطق المختلفة في خان يونس. ماذا بقي من غزة؟ خضر يعني سؤال وإن مر عليك بصعوبة، ولكن ماذا بقي من غزة؟ نعم، لم يتبقى شيء للمواطنين ولا يعرفون أين يذهبون، لا يوجد أي مكان آمن، حيث تلاحقهم يعني وفقا للمواطنين
الحرب الإسرائيلية من مكان إلى مكان ومن نزوح إلى نزوح وسط أوضاع إنسانية صعبة في مدينة خان يونس التي تعرضت يعني لعدة استهداف عمليات اجتياح من قبل الجيش الإسرائيلي لأكثر من خمسة مرات. المواطنون لا يعرفون أين يذهبون المرات الخمس التي الجيش الإسرائيلي اجتاح مناطق مختلفة من خان يونس. أصبح المواطنون لا يجدون مكان آمن ليستقروا فيه أو يقيموا فيه في خان يونس، سواء في المناطق الوسطى أو حتى المناطق الغربية التي يقول الجيش الإسرائيلي المواطنين اذهبوا إليها، وخاصة منطقة المواصي حيث أصبحت حاليا تحت نيران الجيش الإسرائيلي. لذلك وفقا لهذه التي تعرضت لها خاصة المناطق الشرقية من خان يونس حسين، سقط نحو 16 مواطن وأصيب أيضا العشرات من الفلسطينيين. لكن في مدينة غزة وفي المناطق الشمالية حيث تتعرض المناطق الجنوبية على وجه التحديد، عمليات البحث خضر كحي. طيب عمليات البحث تعود ببعض الأهالي إلى أماكن حتى وإن كانت فترة الدمار بعيدة؟ نعم حسين، لم أستمع إلى السؤال. طيب عمليات البحث عن ناجين أو عن يعني جثث أو غير ذلك، يعني تعود بالناس إلى أماكن حتى وإن كانت فترة ضرب هذه الأماكن واستهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي بعيدة؟ عمليات البحث يعني مستمرة؟ نعم، المواطنون وأيضا طواقم الدفاع المدني وأيضا الإسعاف يتوجهون لمختلف المناطق التي تتعرض لعمليات عسكرية إسرائيلية، وحال انسحاب الجيش أو تراجع الجيش فورا يذهبون إلى تلك المناطق ويجدون أعداء سواء ملقون في الشوارع وحتى تحت أنقاض بعض المنازل. لكن في حال استمرار أو مع استمرار العمليات العسكرية في أي من المناطق يواجه المواطنون وأيضا المسرفون صعوبات في التوجه لتلك المناطق. وأيضا هناك بعض المواطنين الذين هم لديهم أحباء ولديهم أقارب حتى في ظل استمرار العمليات العسكرية المتواصلة وفقدانهم لأهلهم وذويهم يصلون إلى تلك المناطق، وأيضا هؤلاء ينقطع الاتصال معهم، وكل ذلك وفقا لاتصالات أو وفدنا من قبل الدفاع المدني. ولديه كان هناك تحذيرات للمواطنين بعدم التوجه للمناطق التي هي مصدر عمليات الجيش الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل حدث زميل خضر الزعنون. بعد قرابة 10 أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتقديم عدة مقترحات للهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، يعاني أبناء القطاع الأمرين إذ تطالب إسرائيل المدنيين بالنزوح المستمر لشن عمليات عسكرية على المنطقة المقصودة، وذلك بهدف إطالة معاناتهم والتنكيل بهم. كان آخر هذه الأوامر ما أصدره الجيش الإسرائيلي للمدنيين في مواصي خان يونس، إذ زعم الجيش أن لديه معلومات عن وجود عناصر من حماس في هذه المنطقة. تقارير أممية كشفت أن 9 أشخاص من بين كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر. التقارير أضافت أن سكان غزة يواجهون دائرة لا تنتهي من الموت والتشريد. تتجلى معاناة المدنيين أيضا في الخيام، حيث يضطرون للنوم في العراء، كما لا يجد المرضى ولا يجد المصابون منهم وسائل كافية للعلاج في ظل إخلاء الجيش الإسرائيلي للمستشفيات واقتحامها واستهدافها بالقصف في بعض الأحيان. كما يواجه أبناء قطاع غزة أزمة جوع تقول الأمم المتحدة إنها وصلت إلى حد المجاعة الشديدة بعد منع إسرائيل المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية من الدخول إلى القطاع.
فيما قالت الصحة في غزة إن عشرات المدنيين خاصة الأطفال ماتوا بسبب الجوع ونقص الطعام. وكالة الأونروا كشفت في تقارير سابقة أن أكثر من 50,000 طفل في غزة يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، مشددة على أن سكان القطاع يواجهون مستويات شديدة من الجوع مع شح المساعدات. كل هذا في قطاع غزة. قالت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن قطاع غزة يعيش حالا انعداما للأمن. الأونروا أوضحت أن المناطق الإنسانية تقلصت إلى 11% فقط من القطاع نتيجة إرغام الجيش الإسرائيلي آلاف العائلات على النزوح المتكرر، مما تسبب في حال من الفوضى والخوف بين النازحين. الوكالة الأممية طلبت بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة بسبب انعدام الأمن، وأصدر الجيش الإسرائيلي أمس أوامر بإخلاء أجزاء من شمال خان يونس في جنوب غزة وأجزاء من شرق دير البلح في وسط غزة. سبق هذا النزوح أوامر أصدرها الجيش الإسرائيلي لسكان مخيم المغازي وشوارع صلاح الدين والفاروق والأمل بالإخلاء بعد زعم الجيش إطلاق صواريخ من تلك المناطق. لمناقشة هذا الموضوع من القاهرة تنضم إلينا مديرة الإعلام في وكالة الأونروا في غزة إيناس حمدان. أهلا وسهلا أستاذة إيناس، أبدأ معك بالتقارير التي تصل وتتحدث بأن المجاعة موجودة وكذلك ما من مساعدات تدخل إلى القطاع، حدثينا عن التقارير التي وصلتكم حتى اللحظة. أهلا بك وتحياتي. يعني أكيد ظروف كارثية جدا مأساوية لا إنسانية إن صح التعبير، يعني أكثر قرابة مليوني شخص يعيشون ظروف لا إنسانية في ظل كل ما تفضلت به من أزمات صحية وبيئية وأزمات غذائية وانعدام في المستوى الغذائي. والإشكال أن هذه كلها الظروف الصعبة مستمرة في ظل انعدام أي أفق للتوصل لهدنة وقت إطلاق نار. يعني نحن نتحدث ونتحدث معك حتى الآن، التقارير التي بين يدينا فيما يتعلق بوصول المساعدات والإمدادات الإغاثية والغذائية والمياه والمستلزمات الطبية لم يطرأ عليها أي تغير ملحوظ، ما زلنا نعاني من شح هذه الإمدادات الإنسانية التي هي شيء أساسي جداً وضروري لعمل وكالة مثل وكالة غوثة تشغيل اللاجئين تشرف على إدارة الاستجابة الإنسانية في كل قطاع غزة وفي ظل حرب طاحنة مستمرة منذ أشهر. ناهيك عن استمرار عمليات النزوح التي أصبحت كشيء اعتيادي مع الأسف، في اليومين الماضيين فقط صدرت أوامر إخلال أكثر من منطقة مما ضيق طبعا المساحة الإنسانية أو ما يعرف بالمساحة الآمنة، مع العلم أنه لا يوجد مكان أمن في قطاع غزة، إلى فقط 11% من مساحة قطاع غزة. هذا يعني تكدس أكثر من 1,900,000 شخص في مساحة ضيقة جدا في مناطق معينة، مما يجعل الأمور الإنسانية أو الظروف الإنسانية تتفاقم وتتدهور بشكل سريع جدا. طيب، أنا سألت قبل قليل أستاذة إيناس ماذا تبقى من غزة، فجاءتني رسالة: تبقى الكثير من الوقت الذي يمر دون قتل ما تبقى من أرواحنا، وكذلك يعني تبقى يعني مزيد من النزوح وغير ذلك. طيب، مسألة المساعدات، مسألة الأمم المتحدة، مسألة التقارير، مسألة التي تذهبون بها إلى من هو يراقب الآن، ماذا يقال لكم؟ يعني الأمر متعلق بالظروف ربما الخارجية، يعني كل ما تطالب به الأونروا وغيرها من المؤسسات الأممية هو ضرورة مثلا فتح المعابر، التوصل إلى ظروف تهدئة لنقل حتى تتمكن الأونروا وغيرها من المؤسسات من الوصول لأكبر قدر ممكن من النازحين الذين هم بأمس الحاجة للمساعدة، ببساطة لأنهم فقدوا كل شيء ولا زالوا يعانون من ويلات هذه الحرب وويلات النزوح وظروف قاهرة جدا. لا يمكن لأحد ربما في العالم تخيل مدى الألم الذي يعانيه الغزيون في قطاع غزة. طيب ماذا يعني عن الأطفال أستاذة إيناس؟
ماذا عن الأطفال؟ الأطفال هم من يدفعون الثمن الأكبر بطبيعة الحال. يعني التقارير مثلا السابقة التي صدرت عن يونيسف تشير مثلا إلى أن هناك على الأقل 17,000 طفل غير مصحوب، بمعنى أنهم فقدوا إما أحد أبويهم أو كلاهم أو كلاهما، بالتالي يعني هذا عدد صادم، وهذا التقرير منذ أشهر، بالتالي أعتقد أن الأرقام أيضا ارتفعت. بالإضافة إلى ذلك يعني نتحدث عن ظروف معيشية لا إنسانية مضطرون هؤلاء الأطفال أن يشاهدوها ويعيشوها مع كل رحلة نزوح. مثلا كلمة نزوح أو رحلة النزوح بالنسبة للغزيين هي كلمة مؤلمة جدا، تعني رحلة مليئة بالذل والهوان والعذاب بصح التعبير. الأطفال نجدهم يقومون بأعمال لا يجب لأي أطفال أن يقومون بهذه الأعمال، مثلا يصطفون لساعات تصل إلى 6 ساعات أو 8 ساعات للحصول على المياه. بالمناسبة هناك أزمة مياه كبيرة في جميع مناطق قطاع غزة، وتقليص المساحة الإنسانية هذا يعني أيضا تقليص مساحة الاستجابة الإنسانية. وأيضا يمضون ساعات هؤلاء الأطفال في قطاع غزة، يمضون ساعات من أجل تحصيل قطرة ماء، أليس كذلك؟ يمضون ساعات بينما يمضي نظراء لهم في أماكن أخرى ساعات على الهواتف النقالة وغير ذلك. في المقابل ضاع العام الدراسي عليهم. يعني صحيح أن الأونروا مثلا بدأت بتنفيذ أنشطة ترفيهية تعليمية غير رسمية منذ الأول من أغسطس، ولكن في بعض مناطق قطاع غزة وبعض مراكز الإيواء، ولكن بشكل عام نحن نتحدث عن ضياع جيل كامل لم يتمكن من تلقي الخدمات التعليمية الضرورية جدا في هذه المرحلة العمرية. ولا ننسى أيضا أهوال الحرب التي شاهدوها هؤلاء الأطفال وعاشوها من قتل ودمار وقصف ويعني ضياع لكل معاني الحياة في قطاع غزة. هذا الجيل شاهد على حرب طاحنة ستمتد أثارها لسنوات طويلة مع الأسف الشديد. طيب ماذا عن النساء والأمهات اللواتي فقدن أطفالهن؟ مسألة الاتصال مع بعض هذه النسوة أستاذة إيناس، نريد أن نعرف طبيعة ما يجري الآن كذلك. يعني بطبيعة الحال ظروف مشابهة من الخوف واليأس يعني يعيشن هؤلاء النسوة. فكرة العيش في خيمة مثلا هي شيء جدا غاية في الصعوبة بالنسبة للنساء في قطاع غزة. نحن أيضا نتحدث عن أزمة مياه وانعدام للخصوصية، عدم وجود مرافق حيوية، عدم وجود مراحيض تكفي مثلا لهذا العدد الكبير من النازحين. درجات الحرارة مرتفعة، وهؤلاء النسوة مضطرون نجدهن مضطررن لإعداد مثلا الطعام على النار كل يوم في هذه الدرجات المرتفعة الحرارة، وأيضا لا يجدن ما يكفي من المواد الغذائية. لا ننسى أنه معظم سكان قطاع غزة يعتشون على هذه المساعدات الغذائية المقدمة عبر سلات غذائية من الأونروا وغيرها من المؤسسات، بالتالي هي يعني عبارة عن معلبات فقط، لا يستطيعون مثلا الحصول على الخضروات الطازجة أو اللحوم الطازجة مثلا. القطاع التجاري منهار أيضا، بالتالي هناك الكثير من الحاجيات المفقودة بالنسبة لكل أفراد الأسرة. شكرا جزيلا لك من القاهرة مديرة الإعلام في وكالة الأونروا في غزة الأستاذة إيناس حمدان. مرام الله ينضم إلينا عضو المجلس الاستشاري ونائب مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح عبد الله. أستاذ عبد الله مرحبا بك. أمام هذه المأساة داخل قطاع غزة، ما الذي يمكن أن تقوم به السلطة الفلسطينية لأبناء القطاع؟ السلطة الفلسطينية مثل بقية مؤسسات المجتمع الدولي الدول العظمى، السلطة الفلسطينية على الأقل تقوم ربما أكثر من معظمها من خلال متابعة القضايا اليومية الحياتية، توفير جزء من مياه الشرب الصالح للشرب نتيجة بعض فئات التحلية، توفير بعض الخدمات. لكن المأساة
هي عار في جبين الإنسانية كلها. الإنسانية التي لا تستطيع أن توقف ذبح طفل أو اغتيال امرأة أو تدمير بيت بحيث وصل إلى هذه الأعداد الغير مسبوقة في التاريخ الحديث، هذا العالم بحاجة إلى إعادة نظر في مؤسساته، في نظامه العالمي، بحيث يكون قادرا على حماية المستضعف، حماية المظلوم، حماية الفرد العادي في وجه الطغيان، طيب، وجه القنابل المحرمة دوليا، في وجه التغطية على المجرم الحقيقي الذي يبتدع. كيف استاذ عبد الله اذا سمحت لي، من التعذيب، كيف سيكون، يعني كيف يمكن حماية ما تبقى من قطاع غزة، ما تبقى من أبناء قطاع غزة على قيد الحياة، وكذلك هم يتنقلون يعني من مكان إلى آخر الآن؟ نعم، نحن وصلنا إلى قناعة إلى أننا سنواجه مصيرنا مع بعضنا البعض مجتمعين قيادة ومواطنين، وهذا القرار الذي اتخذه السيد الرئيس محمود عباس الذي عبر عنه في خطابه أمام البرلمان التركي يوم الخميس الماضي هو الخطوة القادمة، لأنه لا يمكن بعد أن استنفذنا كل طاقاتنا كل جهودنا سواء إقليميا أو دوليا ولم يستطع أحد أن يحرك ساكنا في وجه هذه الجرائم، بحيث أصبحت تمر كأرقام، شيء عادي جدا أصبح عند كثير من الدول. صحيح هنالك دول حية، هنالك ضمائر لا نعدمها في المجتمع، ولكنها القلة القليلة. يعني اليوم قرار رئيس كولومبيا الذي نحييه باسم شعبنا الفلسطيني أوقف تصدير الفحم لإسرائيل، لأنه كما قال تستخدم في صنع قنابل تؤذي تقتل تجرح الشعب الفلسطيني. طيب أستاذ عبد الله، هؤلاء لم ينقطعوا من العالم، ولكن للأسف الشديد هؤلاء ليسوا هم أصحاب القرار. أصحاب القرار هم في قمة النظام العالمي القائم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية. طيب أستاذ عبد الله، يعني ما من عودة إلى الوراء، يعني ولو أن الحديث الآن في هذا الوقت يبدو غير مناسب، ولكن لابد أن نطرح بعض القضايا، مسألة الانقسام، مسألة الشرخ الفلسطيني الفلسطيني اتكى عليه كثيرا بنيامين نتنياهو في حربه على القطاع، في ما يوصف من قبل السلطة الفلسطينية إجرام بحق المدنيين، إجرام بحق الأطفال، بحق النساء، هذا وصف السلطة الفلسطينية. أنا ربما أذهب أبعد منك. الانقسام كان وراءه نتنياهو، عزز الانقسام ليستمر هذه السنوات 17 هو نتنياهو، وقالها صراحة، يعني لم يخفيها، قال نحن نقدم الأموال التي تصل من قطر عن طريق مطار بن غوريون لإبقاء الانقسام، ولكن الشعب الفلسطيني أقوى من كل المؤامرات التي تحاك ضده. الشعب الفلسطيني مؤمن بقضيته، مؤمن بالنضال من أجلها، وحتى الاستشهاد في سبيلها، والدليل موجود في الضفة الغربية وغزة. طيب ولكن أستاذ عبد الله، يعني إلى متى يبقى المسؤول الفلسطيني يتحدث بأن الفلسطيني أقوى والشعب الفلسطيني أكثر قوة على الصمود، وبعض المسؤولين ينعمون ويجلسون بهدوء وراحة بال ولباس نظيف وبدلة وغير ذلك، بينما أبناء قطاع غزة يموتون؟ اسمح لي، هذه يموتون في ظروف استثنائية، ولكن نحن كنا نتقاسم لقمة الخبز مع أهلنا في قطاع غزة. لماذا فكرك سموتريتش أوقف
نصف الموازنة أو المقاصة اللي هي الأموال الفلسطينية التي تجمع من ضرائب المشتريات. لماذا؟ لأننا نحن كنا نتقاسم لقمة الخبز مع أهلنا في قطاع غزة. لماذا كل شهر كان يخصم شيء جديد؟ أحيانا لما يدفع للمحامين عن أسرانا الذين تعتقدهم إسرائيل بدون مبرر، إما تحكمهم إداريا أو بدون تهمة حتى محددة. لذلك يعني نحن طبعا صحيح تعرضنا إلى هجمة شرسة من أطراف عديدة، منها القريب ومنها البعيد، ليس لأن هذه الاتهامات صحيحة، ولكن لأنها تريد، وكان عدونا يعزز ذلك لأنها تزيد في الفرقة، تزيد في الإحباط، طيب. تزيد في عدم لأم الصف. طيب الآن الخطوة التي يعتزم القيام بها الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية، إلى أي حد استشفيتم أنتم في فتح، على الأقل أنا لا أتحدث عن السلطة كاملة ولا عن منظمة التحرير، بأنها من الممكن أن تكون وفي أي وقت، وما رأي الطرف الآخر الذي يقول أنا موجود في 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 غزة وهي حماس؟ إحنا لا أخي الكريم، إحنا لا نتحرك لنلغي طرفا، نحن نتحرك لنلم الأطراف كلها، نلمها مع بعضها البعض. سؤالي لم يبحث عن سؤالي أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله سؤالي لم يبحث عن نعم. توسيع الهوة وتعميق الشرخ. سؤالي يسأل فيما إذا كان هناك أطراف في حماس وإن كان الاتصال معهم الآن، من الممكن أن تقبل بطريقة ما، يعني أنت تعرف أستاذ عبد الله ما أن تقول حماس نحن تحت سقف منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، هذا سيحرج إسرائيل وسيحرج العالم وغير ذلك، وارد هذه الخطوة؟ نعم نعم نعم. احنا لماذا ذهبنا إلى الصين وقبلها إلى القاهرة أو العالمين وقبلها إلى موسكو وقبلها، يعني ما تركناش فجوة إلا حاولنا أن نغلق تلك الفجوة. هنالك كما قلت لك في أطراف لا يعنيها أو بالعكس تتآمر لإبقاء الصف الفلسطيني منقسما، وأولهم إسرائيل، وأما أحيانا آخرين إما أيديولوجيا إما بتحريض من جهات خارجية غير فلسطينية، لكن إحنا نراهن على المواطن الفلسطيني الذي أثبت جدارته، أثبت إرادته، أثبت استعداده للتضحية واستمرار النضال. نحن كحركة فتح نعم نحن انطلقنا بالثورة منذ العام 65 المعاصرة، شكرا، ونستمر في هذه الثورة. انطلقنا كمواطنين فلسطينيين، شكرا، لا يفرقنا لا منهج أيديولوجي أو غيره. طيب شكرا جزيلا، نستمر في ذلك. نعم شكرا جزيلا لك من رام الله، عضو المجلس الاستشاري ونائب مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح، الأستاذ عبد الله عبد الله. وفي الأخبار الليلة بعد قليل، بزشكيان يستهل ولايته بإضراب لأطقم التمريض، في ليبيا هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جمود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح، حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟
كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حال الملف الليبي ولماذا يهرب الجميع؟ هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم ونسأل ونبحث ونتحرى لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. اعرف الأخبار وتابع الحدث. أهلا ومرحبا بكم. بدأ الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان الذي ينتظر كسب الثقة من البرلمان لتشكيلته الوزارية بدأ ولايته مع وجود إضراب عام غير مسبوق للممرضات والممرضين والذي بدأ منذ قرابة أسبوعين في مختلف المدن الإيرانية. حتى الآن لم يصدر أي رد فعل من الرئيس الجديد ونوابه تجاه احتجاجات الممرضين. الرد الوحيد الذي جاء من المسؤولين كان بتقليل الحدث إلى مجرد طلب دفع المستحقات المتأخرة وأصدار أوامر بدفع مطالبات الممرضين، بينما يؤكد الممرضون أن مطالبهم تتجاوز هذا المستوى بكثير، فهم يطالبون بتنفيذ القانون وتنفيذه من دون تنازل أو تمييز. بينما يناقش البرلمان الإيراني المرشحين للانضمام إلى حكومة الرئيس الإيراني الجديد، كشف المرشح لحقيبة الخارجية والذي وافق عليه البرلمان عن ملامح السياسة الخارجية للرئيس مسعود بزشكيان. عباس عرقجي قال إن المواقف الثابتة للنظام وقوانين البرلمان وتوجيهات المرشد ستكون فصل الخطاب في كل مرحلة، مضيفا أنه سيكون جنديا لولاية الفقيه مسؤولا أمام البرلمان، مبديا تمسكه بسياسة إجهاض العقوبات، مضيفا أن فريقه لن يقع في فخ المفاوضات المرهقة. ستكون دبلوماسية المقاومة المستوحاة من مدرسة المقاومة والناتجة عن شجاعة الشهيد البطل الحاج قاسم سليماني في تشكيل محور المقاومة في صميم اهتمام السياسة الخارجية للحكومة. يجب أن تكون سياستنا الخارجية حاضرة بشكل نشط ومؤثر في مواجهة الأمواج والأحداث الإقليمية والعالمية. هذه مهمة كلفنا بها سماحة القائد في خطابه يوم التنصيب. سيتم استثمار سياسة حسن الجوار بقوة، وستكون الصين وروسيا والدول الأخرى التي وقفت معنا في الأوقات الصعبة وتحت العقوبات، والقوى الناشئة والساحات الجديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا على رأس أولويات العلاقات الخارجية للحكومة. في مسألة رفع العقوبات لن يكون هناك تسرع ولن نقع في فخ المفاوضات المرهقة، كما ستركز سياستنا على إبطال مفعول العقوبات مع السعي في الوقت نفسه لرفعها.
أصول بنيادين السياسات. سنسعى للوصول إلى أفضل اتفاق، وفي كل مرحلة ستكون الكلمة الفصل للمواقف الحاسمة للنظام وقوانين البرلمان وتوجيهات قائد الثورة. قال العضو البارز في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني والقيادي في الحرس الثوري الجنرال إسماعيل كوثري، قال إن طهران سترد على إسرائيل حتى لو تم إعلان وقف إطلاق النار في غزة. وأكد كوثري أنه لا ينبغي لإيران التسرع في تنفيذ عمليات قد تكون كبيرة جدا، وقال إن اتخاذ القرار بشأن كيفية الرد على إسرائيل هو حق قانوني لإيران ولن يتم التنازل عنه حتى إذا تم إعلان وقف إطلاق النار في غزة. نناقش الملف الإيراني من طهران. ينضم إلينا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صدقيان، ومعنا من واشنطن الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية. مرحبا بكما. اسمح لي دكتور محمد صالح صدقيان، أبدأ من عندك دكتور عقيل. مع رئيس يعني بصلاحيات ونظرة مختلفة ورأي مختلف عن سابقي، إلى أي حد من الممكن أن تتغير سياسة إيران الخارجية؟ شكرا على هذه الاستضافة. أولا تحية لك ولضيفك من طهران. أهلا وسهلا. يعني أنا لا أعتقد أنه سنشهد تغيرا حقيقيا في السياسة الخارجية الإيرانية، بالذات وزارة الخارجية الإيرانية أعتقد تأثيرها في مواقع أو في تأثير على القرار تراجعت كثيرا، يعني ربما منذ 2021 لو نتابع الخطة التنمية السابعة لمدة 5 سنوات التي يعني مررت في العام الماضي نهاية العام الماضي، وهي ما يسمى يعني التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما إليه، أنها تمنح سلطات لمؤسسات في سياق السياسة الخارجية الإيرانية بعيد عن وزارة الخارجية، يعني مثلا منظمة الطاقة الذرية، مؤسسة الحرس الثوري وما إليه، تستطيع أن تتصرف من دون تنسيق مع وزارة الخارجية. أعتقد يعني ما قاله السيد عباس عراقتشي هو يتسق مع فهم ربما دقيق لدى الرئيس أنه السياسة الخارجية الإيرانية عليها أن تتسق مع رؤية المرشد، ورؤية المرشد هي ذاهبة نحو أولويات الحرس الثوري، بمعنى الجانب الدفاع عن الثورة. الثورة مهددة وعلينا أن ندافع عنها وما إليه، وليس استخدام الوسائل السياسية لتعبيد الطرق، مثلا إنهاء العقوبات الاقتصادية، ليس الوسائل السياسية. مرر البرلمان الإيراني أيضا، هذه أيضا يعني واحدة من العلامات، ما يسمى مواجهة العقوبات الاقتصادية. نعم. العام الماضي أيضا، فهذا كله يشير إلى بقاء حس المواجهة مع العالم الخارجي بالذات الغرب، وهذه رؤية قادمة من يعني صقور الثورة لنقول، وليس وزارة الخارجية التي تميل نحو الدبلوماسية وإيجاد طيب الوسط. الحقيبة والشخص المرشح لها يا دكتور محمد صالح صدقيان، تستطيع أن يعني تمر عليهما عباس عرقجي دبلوماسي في الخارجية منذ زمن، إلى أي حد إذا أردنا أن نقارن طريقة العمل مع حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية السابق المتوفى، وكذلك محمد جواد ظريف وغيره، يعني إلى أي حد هناك شخصية من الممكن أن يعول عليها في رسم سياسة مختلفة؟ تحية لك أستاذ حسين وإلى ضيفك وللمشاهدين. أهلا وسهلا. أنا أعتقد بأننا يجب أن ننظر إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وإلى المتبنيات التي طرحها خلال حملته الانتخابية، وبالتالي نحن أمام فهم جديد، ونحن أمام خطاب جديد هو عرضه في خلال المناظرات التلفزيونية، وبالتالي عباس عراقجي، اختيار عباس عراقجي اختيار ذكي جدا،
لأن هناك ربما عباس عراقجي يختلف عن أمير عبد اللهيان، يختلف في التوجه، في الآليات، في التفاصيل. وبالتالي عباس عراقجي، إذا جئنا إلى عباس عراقجي، أول عباس عراقجي صار له 39 سنة هو في وزارة الخارجية الإيرانية، أستاذ في الجامعة الخاصة بوزارة الخارجية الإيرانية، وبالتالي هو كان سفير أيضا في اليابان وفي فنلندا. وأيضا المهم في حياة عباس عراقجي هو المفاوضات التي دخلها في 2013 مع محمد جواد ظريف، وهو الذي هندس إطار المفاوضات وليس محمد جواد ظريف. يعني هو كان كبير المفاوضين، هو وضع خطة لآلية التوصل إلى اتفاق عندما جلس مع مجموعة 5+1، وبالتالي لمدة سنتين إلى أن توصل في العام 2015 إلى الاتفاق النووي. وبعد ذلك عندما انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي، أيضا عاود عباس عراقجي من أجل عودة، يعني في عهد الرئيس بايدن، في على أساس عودة الرئيس بايدن إلى ما هو مؤشر دكتور محمد صالح صادقيان على أن السياسة الخارجية الإيرانية من الممكن أن تتغير، ليس بالعودة إلى الخلف، يعني الذهاب إلى الأمام؟ نعم، هذا الخطاب الجديد الذي نحن سمعناه من مسعود بزشكيان، هذا صحيح جدا أن هناك ثوابت في السياسة الإيرانية وفي العلاقات الخارجية الإيرانية، وهذه ثوابت هي منذ أن تم تأسيس الجمهورية الإسلامية وموجودة بالدستور الإيراني، هذه ثوابت موجودة. لكن وزارة الخارجية الإيرانية، وصحيح أيضا بالإضافة إلى الدستور، صحيح أيضا بأن القرار، يعني بقرار العلاقات الخارجية، وربما هو يرسم في مجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى الذي يحتوي على اثنان من المندوبين للمرشد الإيراني الأعلى، لكن وزارة الخارجية الإيرانية هي تساهم في رسم السياسات في العلاقات الدولية. ما دور المجتمع الدولي دكتور عقيل عباس إذا سمحت لي في أن يساعد حكومة جديدة على رأسها مسعود بزشكيان، عباس عراقجي هو أحد مهندسي الاتفاق النووي، من أجل أن لا تترك الأمور باتجاه دائما تشتكي الولايات المتحدة ويشتكي غيرها من سلوكيات إيران؟ يعني طبعا أنا لا أدري إذا كان بإمكان المجتمع الدولي أن يغير معادلة راسخة في إيران. نحن معتادون على مسألة السؤال لماذا لا تغير إيران دكتور عقيل، ليس كذلك دكتور محمد؟ ولكن أنا كذلك أريد أن أطرح على المجتمع الدولي، كذلك الولايات المتحدة، العواصم الأوروبية، الدور في مساعدة دولة يقول بعض مسؤوليها بأننا نريد أن نعيش بسلام. مسعود بزشكيان الرئيس الجديد يقول لابد من حوار مع الآخر. يعني علينا أن نتذكر أكثر المستثمرين في إيران وعلاقاتها الخارجية، يعني من العالم الخارجي، حقيقة الدول الأوروبية. علينا أن نتذكر ما يسمي الحوار الجدي في التسعينات، يعني قادته الدول الأوروبية مع إيران لمحاولة إيجاد مشتركات وما إليه. ثم جاء الملف النووي، الكشف عنه في 2003، أتصور مجاهدي خلق هم الذين كشفوا عنه، والأشياء تراجعت كثيرا. منذ ذلك الوقت لم تتعافى العلاقة الأوروبية الإيرانية، رغم أن الأوروبيين هم أقل تشددا من الأمريكيين لما تم التوصل إلى الاتفاق النووي في 2015. الدول الأوروبية زالت العقوبات وفتحت أبواب الاستثمار، فيما الولايات المتحدة تباطأت كثيرا، استخدمت قوانين أمريكية وليس العقوبات التي فرضتها على إيران. أنا أعتقد أنه حقيقة ليس بيد المجتمع الدولي كثيرا، لا يستطيع أن يؤثر في المعادلات الداخلية الإيرانية. علينا أن ننتبه أن وزير الخارجية في إيران عرفا وليس قانونا يتم اختياره بالتشاور مع المرشد، مع مكتب المرشد، بمعنى هو ليس بالضرورة يعني يمثل خيارا مستقلا لرئيس الجمهورية. فضلا عن هذا، وأنا أعتقد هذا السياق الأوسع الذي ينبغي أن ينتبه له أكثر، العلاقة
بين المرشد الأعلى والتيار الإصلاحي، ما يسمى بالتيار الإصلاحي أو ما تبقى منه، لنقول هذه العلاقة يعني سيئة جدا، لم تتعافى منذ 2009، احتجاجات 2009. مهمة مسعود بازشكيان هو ربما ترميم هذه العلاقة وليس تحدي إرادة المرشد. وواحدة من الملفات التي أظهر فيها بعيدا عن خطابه الانتخابي يعني الذي فيه يعني رسائل إيجابية وما إلي، السياسة ستطبق على نحو مختلف، أنه هو لن يدخل في تحدي بإزاء إرادة المرشد وإزاء إرادة المحافظين. السياسة الخارجية تقوم على المواجهة، إيران تواجه حصارا دوليا، تواجه الاستكبار العالمي، وعلينا أن نهزم أدوات هذا الاستكبار ومن ضمنها مواجهة العقوبات، بمعنى ليس التوصل إلى حل وسط مع العالم الغربي لحل إشكالية الاتفاق النووي. لحد الآن الرسائل المشكلة يا دكتور عقيل إذا سمحت لي الآن دكتور محمد صالح صادقين، المشكلة أنا سألت الدكتور عقيل مهمة المجتمع الدولي، الولايات المتحدة، العواصم الأوروبية وغيرها، الدول الصناعية الكبرى من أجل مساعدة إيران، ولكن كذلك المشكلة لدى ذهنية الحاكم الإيراني بأن أنا دائما مستهدف، أنا محارب، أنا كذا. متى يمكن التخلص من هكذا ذهنية؟ المشكلة ليست في إيران. دعني أشير إلى الاتفاق النووي الذي تم في العام 2015. ما الذي دعا الرئيس ترامب من الانسحاب من هذا الاتفاق ويعني خلط الأوراق من جديد؟ وبالتالي عندما تكون إيران بأنها لا تثق بالجانب الأمريكي يبدو بأنها على حق، لأن الاتفاق النووي الذي تم ليس مع الولايات المتحدة، هو تم مع مجموعة 5+1 وهي دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا، وقد وثق هذا الاتفاق في مجلس الأمن الدولي وصدر قرار 22-31. جاء ترامب وانسحب من هذا الاتفاق، وعندما سئل لماذا انسحبت من الاتفاق قال بأن هذا الاتفاق اتفاق سيء. الآن ما الذي يمكن لإيران أن تأتي وتفاوض مرة أخرى وعلى نفس القواعد؟ ويأتي وهذه أحد المشاكل التي لم يعد فيها السيد بايدن إلى الاتفاق. طيب فيما يخص دول المنطقة دكتور محمد، طيب فيما يخص دول المنطقة أستاذ حسين تفضل المعذرة. المشكلة أنه الإيرانيون طلبوا من السيد بايدن أن يعطي ضمانات لا يتم مرة أخرى الانسحاب من أي اتفاق يمكن أن يتوصل إليه، وبالتالي لم يعطي مثل هذه الضمانات، ولم يرجع الرئيس بايدن الجانب الأمريكي ولم يقبل الإيرانيين، وبالتالي أنا أعتقد بأن يعني هناك مصداقية يجب أن تتحلى بها الولايات المتحدة حيال إيران، أن تعزز الثقة عند الجانب الإيراني. الآن ما يخص علاقة إيران بالوضع الإقليمي، أعتقد بأن هذا سؤالك كان أستاذ حسين. طيب نعم هذا سؤالي، ولكن نعم. بالنسبة هذا سؤالي ولكن لم يتبقى وقت للإجابة يا دكتور محمد صلاح صادقيان. شكرا جزيلا. ثاني إجابة. شكرا جزيلا. سامحني دكتور محمد صالح صادقيان من طهران، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان، وكذلك من واشنطن الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية والأمريكية. الأخبار الليلة انتهت، ولكن بعد قليل زميلتي ماريا بنت عادل وتاسعة عشرة وملفات كثيرة. لا شك بأن غزة والهدنة ومفاوضات القاهرة ستكون حاضرة معها، انتظروها فضلا. دمتم بخير، إلى اللقاء.